الاسم محمد الخضر، عمري 37 سنة. تواجدت في تركيا بال 2014. عملي طباعة على الألبسة، طباعة على الملابس. أنا هذا المصلحة تعلمتها هون في تركيا. طبعا نحن كنا في تركيا، كان خلصت المعهد التدريب المهني اختصاص كمبيوتر، فخلصت المعهد وكان وقتها أنه لازم أشتغل، أبدأ أشتغل. هون بدأت الحرب، طلعنا على تركيا، بس كانت الظروف كتير صعبة في سوريا. جيت لهون، طبعا أول ما جيت أنا ما اشتغلت في نفس المسلك، اشتغلت في معمل نظارات، ضليت تقريبا فيه شي سنتين. كان هدفي أنه أنا أطلع على أخذ مسلك معين، لازم يكون في إيدي مصلحة. طلعت أنه لازم أطور من نفسي، لازم أكون من نفسي، فاتجهت باتجاه شفت الطباعة على الألبسة، حبيتها، حاولت أتعلمها. طبعا في أشخاص كتير ساعدوني مشان أوصل لهالمرحلة. دخلت للمصلحة يعني صبرت فيها سنة وسنتين لحد ما الحمد لله الله وفقني وحسنت أنا أدرس مثل ما بيقولوا دراسة فكرية. أنا كنت أعمل في هذا المسلك، ولكن أجتني فرصة من قبل الهلال الأحمر أنه أطور من نفسي، بتفتح محل وتساعد نفسك فيه. مدارس تركية طبعا كل مدرسة لها بروجرام، لها نموذج معين. الحمد لله في عدة مدارس هلأ عم تطبع عندي، الزبائن اللي عندي كل واحد منهم عاجبهم موضوع الشغل ومستعدين أنه يطوروا معي الشغل. فالحمد لله السنة هي كانت كتير ممتازة، والسنة الجاية إن شاء الله رح نحاول أنه نفتح مجال نكبر المحل. بقدر بقول شكراً كثير للهلال الأحمر لأنه أعطانا هالفرصة وساعدنا، ومن وقت اللي فتحنا لحد هاي اليوم ما بعدوا عنا، طول أسئلة، برامج تعليمية، مساعدات مالية، أي مشكلة بنقع فيها ففوراً بيكونوا هنا جنبنا. شكراً كثير للهلال الأحمر.